أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج عين على الحدث. إذن يستعد الوزير الأول عبد العزيز جراد لعرض مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني يوم غد، مخطط شامل في شقه المالي عدة إجراءات تراهن الحكومة الحالية عليها للإصلاح وفتح المجال أمام الاستثمار واستقطاب رؤوس أموال أجنبية، وكذا تحاول تحسين المنظومة البنكية على وجه الخصوص. وفي هذا الصدد تستعد الحكومة لإطلاق بنوك متخصصة وصناديق استثمار كذلك، وستعمل حسب مخطط بيان الحكومة على تحفيز هذه البنوك لتنويع المنتجات المالية. طبعا ما مدى أهمية هذه الإجراءات وغيرها بالنسبة للسوق المالية؟ بالإضافة إلى هذا، هل يمكن تطبيق كل هذه الإجراءات؟ طبعا مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع أسعد كثيرا باستضافة الأستاذ عبد الرحمن عيا الخبير المالي، أهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. كما يلتحق بي عبر خدمة سكايب الدكتور سليمان ناصر، باحث ومتخصص في البنوك والمصرفية الإسلامية والصيرفة الإسلامية. مرحبا بك أستاذ المشاهد. طيب أبدأ معك أستاذ عبد الرحمن عيا، لما نتحدث ربما عن كل ما ورد في مخطط عمل الحكومة من ناحية الإصلاح المالي أو حتى البنكي، ربما ما هو تقييمك لما ورد حتى الآن؟ طبعا أنا سأحاول أن أركز على الشق الاقتصادي في مخطط الحكومة. طبعا هو دعنا نقول أنه صورة طبق الأصل لمخططات الحكومة السابقة، بحيث أنك لو حملت مخطط حكومة ويحيى الذي صدر في سبتمبر 2017 ستجد تقريبا نفس الأمور، وتجدها أيضا بشكل هكذا دعنا نقول تفاؤلي، دون أن يتضمن المخطط خطوات عملية حقيقية لكيفية إدراج أو تنفيذ هذا المخطط، النقطة الأولى. الملاحظة الثانية أن هذا المخطط هو عبارة عن، يعني دعنا نقول، تحرير إنشائي يتضمن تعاريف ويتضمن، يعني دعنا نقول، عرض حالة، فهو إلى حد ما يعني يمكن تصنيفه على أنه مذكرة تخرج لأحد الطلبة المتخصصين في الاقتصاد، ولا يرقى من الناحية الاقتصادية وحسب تقديري الخاص إلى مخطط حكومة، لأن المخطط يتضمن خطوات عملية تقبل التنفيذ وتأخذ بعين الأمر الواقع. أولا هذا من السياق العام. إذا شئت أدلة، أول دليل هو، وأتمنى أنه يعني السادة النواب اللي راهم يشوفوا فيها ينتبهون لهذه الأمور، وإذا شاءوا يأخذونها بعين الاعتبار، أو إذا كان لديهم رأي آخر فلديهم رأي آخر وأنا أحترمه. أولا في الشق الاقتصادي يبدأ بكلمة تطمح الحكومة، والحكومة في المفهوم الاقتصادي لا تطمح، الحكومة هي جهاز تنفيذي تقوم بتنفيذ قرارات على أرض الواقع. الذي يطمح هو الإنسان الذي ليس لديه الإمكانية على تجسيد الأمور العملية، أو لم تعطى له الفرصة، عدد كبير من الكفاءات لم تعطى له الفرصة للتنفيذ، فهو يطمح لأن يحقق شيئا. أما أن الحكومة فهي جهاز تنفيذي يقول على الأقل أو سيقول سنعمل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، في نفس، أنا أتكلم فقط حاليا على الصفحة 22 فقط، ألتمس يعني من المشاهد الكريم أنه أنا أتكلم على صفحة واحدة. طيب. فيها أخطاء متعددة. رحنا بعدها مباشرة يقول ضعف التوازنات الميزانية والخزينة، وهذا خطأ فادح. ليس هناك ضعف في التوازنات المالية، هناك عجز على مستوى الميزانية مقدر ب 1500 مليار دينار جزائري، وأنا لم أقول هذا الكلام، إنما القانون المالي الذي صدر في جونفي 2020 هو الذي يقول بأن هناك عجز، فلا يمكن أن نقول هناك ضعف، الضعف شيء والعجز، ويقول هناك ضعف على مستوى الخزينة، الخزينة تعاني من عجز مقدر ب 2500 مليار دينار جزائري. هذا مخطط حكومة موجه للنواب الشعب لقراءته، وموجه للمختصين لتقديم قراءة انتقادية. أنا أعتقد أنه لحد الآن لم يرقى إلى المستوى المطلوب. بعد ذلك هناك، دعنا نقول،
شرح للصعوبات المالية التي تواجهها البلاد. هنا كاين خطأ ايضا دعنا نقول تقني لم ينتبه له، وانا نقدر نقول لك تيلي شارجاوه من جوجل وجابوه ممكن، لانه علاش كي تتكلم على الضعف المالي وتتكلم على امور ثم بعد ذلك المستمع او القارئ في الصفحه 22 ينتظر منك الحلول، انت لم تقدم الحلول في الصفحه 22، يقدم هو تلك الاطروحات التي يبرز من خلالها الصعوبات الماليه ثم يقول وبناء على ذلك، يعني يبني على اساس ان هناك صعوبات مالية، قامت الدولة بتحسين الدخل، إذن عندنا صعوبات مالية ثم بعد ذلك نقوم بتحسين الدخل. تحسين الدخل هو شيء اجتماعي، ثم بعد ذلك يقول تحسين الدخل للفئة التي أجرها أقل من 3 ملايين سنتيم. إذن الفئة التي أقل من 3 ملايين سنتيم كي تنحيلها التيفية، إذا أنت راح تزيد الضعف من العجز تاع الميزانية بدون أن تذكر من راح تجيب العجز اللي راح يصدر من الميزانية عن طريق تخفيضك للضريبة اللي هي اللي خلصوا أقل من 3 ملايين سنتيم. ثم بعد ذلك هل اللي يخلص أقل من 3 ملايين سنتيم كي تنحيله ضريبة على الدخل وتزيد له في الأجر بتاعه ب 200 ألف سنتيم هل سيتحسن دخله أو لا؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه. طيب أنتقل ربما إلى الأستاذ سليمان ناصر عبر سكايب، أيضا ربما استمعت إلى موجز من ملاحظات الدكتور عبد الرحمن عيا حول مخطط عمل الحكومة، ربما أسأل هنا عن رأيك وأبرز ملاحظاتك. والله بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. حقيقة يعني الكلام الذي قاله زميلي الدكتور عبد الرحمن عيا هو يعني نفس العبارات تقريبا بالضبط اللي قلتها واللي سجلتها في صفحتي على الفيسبوك عند اطلاعي على مخطط عمل الحكومة، وقلت بأنه يعني شبعنا من البرامج الجميلة والبراقة نقدر نقوله هكذا، لأنه نفس الكلام هذا يعني تنويع الاقتصاد، تحسين مناخ الأعمال، التحكم في الواردات، الاهتمام بالطبقات الهشة، لاحظ كل هذا الكلام قرأناه في يعني كما نقول احنا برامج سابقة، يعني العبرة الآن بالملموس، العبرة الآن بالتنفيذ. يعني أعطيك مثال، سلال رئيس الحكومة الأسبق قدم في 2016 ما يسمى بالنموذج الاقتصادي الجديد للنمو، سماه هكذا، وهذا النموذج يمتد من 2017 إلى 2019، يعني قدمه في 2016 ويمتد إلى 3 سنوات 2017-18-19. من بين الأشياء اللي قال فيه قال بأنه راح نسقفوا النفقات نتاع الدولة عند سقف 6000 مليار دينار، 6000، والآن نفقات الدولة راهي تتجاوز بكثير، يعني مثلا في السنة هذه راهي 7800 وكذا. الحاجة الثانية الغريبة اللي قالها في هذا البرنامج الاقتصادي اللي سماه النموذج الاقتصادي وأنا ما نسميهش نموذج اقتصادي، واش قال فيه؟ قال طيلة السنوات الثلاثة هذه سوف لن ينخفض احتياطي الصرف عن 100 مليار دولار. والآن ما هي النتيجة؟ الآن سلال راه في السجن، وفي نهاية الفترة اللي حددها هو، يعني رانا في نهاية 2019 لأن النموذج نتاعو يمتد من 2017-18-19، الآن احتياطي الصرف كما يعلم الجميع راه في 62 مليار دولار. إذن ما قلته هو ما علقته عليه هو نفس ما علق عليه زميلي، بأن هذا البرنامج يستطيع أي طالب في الجامعة أن يقدمه، يعني يلمعه ويبرقه كذا إلى آخره، ولكن العبرة في التنفيذ. وأهم شيء لم تجب عليه الحكومة في هذا البرنامج هو مصدر التمويل. إذا كان يعني إحنا نعرف بأنه إذا كان وزير المالية الأسبق سيلوكان يقول بصريح العبارة بأننا لن نلجأ مرة أخرى إلى التمويل غير التقليدي، وفي نفس الوقت الأسعار النفط اللي نقدر نعتبره من بين المصادر الأساسية تاعنا في التمويل راه في انهيار مستمر، خاصة بعد مشاكل كورونا، المصانع في الصين كما يعرف الجميع والمتابعين للأحداث
راهي تغلق، وعندما تغلق هذه المصانع معناها باختصار سوف ينخفض الطلب على النفط العالمي، وعندما ينخفض الطلب على النفط العالمي ونحن نعرف بأن الصين أكبر مستهلك فالأسعار سوف هي مرشحة للانخفاض أكثر وأكثر. إذن في هذه الحالة يبقى السؤال مطروح، نحن نقول بأنه برنامج جميل وطموح وإلى آخره، ولكن ماذا بينا يجاوبونا الحكومة وخاصة طبعا يطبقوا برنامج سيد الرئيس، احنا ماذا بينا يجاوبون على إشكال واحد، من أين سوف تتأتى مصادر التمويل؟ صحيح اسمح لي صحيح نكمل جملة واحدة. صحيح نعم، قانون المالية 2020 يشير بصراحة وبوضوح إلى إمكانية اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، ولكن عندما نقول بأن العجز في الميزانية الآن المقدر في ميزانية 2020 يقدر ب 1500 مليار دينار، وهذا وضع على أساس ظروف اقتصادية عادية، وإحنا نحن نعرف أن الاقتصاد نتاعنا دخل في ركود، وضع على أساس إيرادات النفط عادية، وإحنا راه نشوفوا أن إيرادات النفط في تدهور مستمر، بمعنى ذلك أن العجز هذا المقدر ب 1500 احتمال كبير أنه يكون أكبر. إذا هنا يكون هذه الظروف ماذا بينا الحكومة تجاوبنا في يوم مناقشة البرلمان من أين سوف تأتي بمصادر. طيب أستاذ علي عيا، ربما هي نقطة مهمة، يعني الكثير من ربما الإجراءات الجديدة مثلا إنشاء بنوك وغيرها، وأيضا نتحدث عن بعض الأمور غير موضحة كما يقول الأستاذ، خصوصا ما يتعلق بالموارد المالية لتمويل بعض النقاط. ممتاز، والله أحيي يعني الدكتور ناصر هالمرة، يعني أحترمه ثلاث احترامات، لأنه يعني صراحة أشار إلى نقاط مهمة، ويعني أنا فرحان لأنه توافقنا في نقاط عديدة بالرغم من أنه موضوعي في الطرحة ولا يجامل صراحة. شوف، هذا قلت لك هو إنشاء، هو تعبير كتابي، ولو كان يقرأه واحد أمريكي يقدر يدير منه فيلم ساينس فيكسيون. علاش؟ أثبت لك بالدليل. يقول في نص المخطط، ممكن جدا في الصفحة 22، يقول تنويع الإيرادات. ما معنى تنويع الإيرادات؟ إذا أنت عندك مشكلة سأعود إلى الجواب على سؤالك. يقول تنويع، ما معنى تنويع الإيرادات؟ إذا احنا عندنا شح مالي مقدر ب 1500 مليار دينار جزائري على مستوى ميزانية الدولة، وعندنا 2500 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة. من المفروض أنه ننوع الإيرادات عن طريق رفع من التحصيل الجبائي، من وسعوش الوعاء الجبائي، نحسن التحصيل الجبائي. شوف، تنويع الإيرادات من خلال توفير الخدمات. توفير الخدمات العمومية معناه إنفاق، دونك هذا متناقضات، هذا كما نقولوا احنا فيم دورور، فيم تاع خلايا. تنويع الإيرادات من خلال توفير الخدمات، لنوع الإيرادات يعني يقول لك سنقوم بتحسين التحصيل الجبائي عن طريق رقمنة القطاع. لا بتوفير الخدمات. وش معناتها توفير الخدمات؟ معناته ينوع الإيرادات بالإنفاق. مينيش عارف أنا يا، هل هذا الإنسان اللي دار هذا المخطط واقترحه على الحكومة، هل هو قرأ وشو يكتب ولا ما قراش؟ لأنه كي تقول لك أنت يرحم بابك، يقول لك 90% من تمويل الطلب العمومي تاع البنوك، عفوا 90% من التمويل البنوك يروح للطلب العمومي، يعني يروح لا كوموند بيبليك. وين راح تجيب الاموال انت باش تنشا بنوك جديده؟ بالاجابه على سؤالك، اذا اين هي الاموال؟ ما كي تقول لي باللي نعاود دائما نولي للمشكله تاع الدخل، الاجور، تحسن من القدره الشرائيه بانك تلغي الضريبه على الدخل اللي يخلص اقل من 3 ملايين، ومن بعد اولا لازم تقول لنا من تجيب التعويض، لانه الخزينه راح تخسر. وين راح تجيب التعويض؟ هل تجيبه بتوفير الإيرادات من خلال تنويع الإيرادات من خلال توفير الخدمات، يعني تزيد تنفق، أم أنك عندك آلية أخرى ما قلت لناش عليها؟ إذا كاين أموال ما قالوا لناش عليها الحكومة، والله جدا نتقبلوا هذا الأمر، لأنه هناك أسرار دولة وإحنا ما لازمناش نطالعوا عليها. معليش، كاين دي كاس والله يسهل يجيب دولة ويصرفوا. سؤال أيضا، أنت كي تأكد على اللي يخلص أقل من 3 ملايين، وش معناتها؟ معناتها اللي يخلص 3 ملايين ما تنحيلوش الضريبه على الدخل، لانه بالعربيه اون فرونسي مكتوبه انفيريور ومكتوبه اقل. وين اولا وين راح تجيب بالاخر؟ وهل هذا سيحسن من الدخل؟ نولوا دائما لنفس السياق، تتكلم على صندوق تقول بانه
هناك توازنات في الميزانية دائما في الصفحة ممكن 23 هذه يقول رصيد الميزانية فيه خسائر نتيجة لصندوق الاجتماعي والتقاعد. احنا قلنا بأن صندوق التقاعد فيه عجز صح. مجلس المحاسبة يقول بأن صندوق التقاعد أنفق على شراء سيارات، هذا معليش قال السيارات شريتها للعمل ما هوش مشكل، لكن صندوق التقاعد لو خل مخبي ليدوا منه الإطارات صحيح. علاش ما يتضامنش مع صندوق التقاعد تاع الشعب الجزائري؟ علاش لي أونسيان كادر كان مسؤول في منصب عليا في السبعينات كيزيد الأجور تاعو يزيد أوتوماتيكيا وهو قاعد في نيويورك نيويورك ولا في سان فرانسيسكو ولا في جنيف، وهنا الفقير مسكين كل خطره تخطب عليه طيب. وتقول له انت يا راك متقاعد ما كاش دراهم باش نخلصوا المتقاعدين. ثم بعد ذلك اذا رحنا الابعد من ذلك راك تقول باللي صندوق التقاعد المتقاعدين اللي هما قدرهم 3 بلايين هاك معايا راح هنايا راح نزيد لهم الاجور، وين راح تجيب الدراهم؟ على الاقل كون عندك الشجاعه وقول قد نضطر الى استئناف طبع النقود. كي تقول قد نضطر إلى استئناف طبع النقود هنا تقدم تبرير للمختص وتكون عندك غطاء قانوني، لأن البرلمان هذا أعطاك الغطاء القانوني للطبع لمدة 5 سنوات. أما أنك تعطينا مخطط كيما هذا واسمح لي بارك الله يجازيك وتستدعون أنتم كإعلاميين لمناقشتي، أنا أعتبر أن هذا استهزاء بالكفاءة الجزائرية. طيب خلينا نعود إلى الأستاذ سليم الناصر، ربما أعود قليلا إلى بعض ما ورد في هذا المخطط فيما يتعلق بإنشاء البنوك المتخصصة، ربما كيف تقرأ هذا الإجراء؟ طيب أنا أريد أن أسأل، يعني هو برنامج الحكومة اللي هو قلنا بين قوسين يمثل أو يجسد برنامج رئيس الجمهورية. هذا البرنامج ينص صراحة على إنشاء بنوك أو صناديق كما أشرت حضرتك إلى تمويل ناحيتين، تمويل السكن وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. طيب أنا أسأل سؤال، أين هو لكناك؟ يعني هو كما يعرف المختصين هو كان مختص في السكن، ثم بعد ذلك في سنة 97 تحول إلى بنك وأصبح يمول كل الأنشطة بما في ذلك قروض الاستهلاك، ثم بعد ذلك في سنة 2009 تخلى عن جميع الأنشطة البنكية وعاد مرة أخرى إلى تمويل السكن. إذن هو بنك متخصص، المفروض هو بنك الآن متخصص في السكن، أين هو نشاطه؟ لماذا ننشئ بنك جديد؟ السؤال الثاني، لدينا بنوك أخرى حتى ولو لم تكن وطنية، هي بنوك أجنبية، عندنا بنك ممكن كاع راكم تشوفوه أمامكم يسمى بنك الإسكان للتمويل هاوسينج بنك، إذا أين هذا البنك؟ الشيء الآخر، حتى ولو أنشأنا بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة كما سماها برنامج أو مخطط عمل الحكومة، هنا السؤال المطروح، إذا كان هذا البنك سوف يسير بنفس الطريقة التي سارت بها البنوك العمومية بالتعاون أو التزاوج مع برامج لونساج والكناك واللونجام إلى آخره، بمعنى سوف تعطي قروض بأوامر فوقية أو خلينا نقول بين قوسين قروض ليست لا تدرس بطريقة اقتصادية علمية كما هو معترف به في جميع بنوك العالم، وإنما قروض يغلب عليها الطابع السياسي والطابع الاجتماعي، بمعنى بأوامر فوقية، بمعنى حتى هذا البنك الذي سوف ننشئه لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة سوف تأتيه أوامر فوقية ليمول، والحاصلة النهائية وشن هي؟ تكون عندنا ازدياد القروض الغير مسددة في محافظ هذه البنوك كما هي موجودة ومتراكمة في البنوك العمومية. هل تعلم يا أخي يا ضياء، نعطيك معلومة طيب. ربما كثير من الناس ما يعرفوهاش والسادة المشاهدين، بسبب الأوامر الفوقية التي تعطى للبنوك العمومية، طبعا ما نيش نتكلم عن البنوك الخاصة والأجنبية، بسبب هذه الأوامر التي تعطى لها طيلة عقود من الزمن خاصة بتمويل يا إما مشاريع لونساج وأخواتها أو لتمويل كبار رجال الأعمال المقربين من العصابة اللي راهم الآن في السجن. فقط نكمل المعلومة هذه لو سمحت. الحاصلة وشن هي؟ الحاصلة أنه وجود عدد هائل من القروض الغير مسددة في محافظ البنوك العمومية، وبالتالي تسعى الدولة في كل مرة تطهير
هذه البنوك الى تطهير محافظ البنوك العموميه واللي يسموها هما بين قوسين اعاده الرأسمالة. هذه الاموال التي انفقت لتطهير البنوك العموميه، وانا راني نقول لك المعلومه هذه ربما كتبتها في الفيسبوك وكثير من الناس ما يعرفوهاش، منذ التسعينات بدايه التسعينات بعد ما دخلنا في مرحله الاصلاحات الاقتصاديه الى نهايه سنه 2017 الدوله انفقت ما يعادل 32.5 مليار دولار لتطهير محافظ البنوك العموميه. بمعنى بعمليه بسيطه، هذه الاموال نستطيع ان ننشئ بها 192 بنك، تفهم لي 192 بنك جديد. الان عندنا 20 بحجم ادنى لراس المال اللي هو الان يحدده القانون ب 20 مليار دينار. لو كان يعني اخذنا بالحجم السابق اللي حدده القانون السابق اللي هو 10 مليار دينار، معناه العدد راح يكون اكبر. يعني تصور هذا الحجم الهائل من الاموال انفقناها. طيب. في ماذا؟ تطهير البنوك العموميه. ولما ننشئ بنك جديد لتمويل المؤسسات الصغيره والمتوسطه والمؤسسات الناشئه وتاتيه اوامر فوقيه ويصدر بطريقه سياسيه الى اخره، سوف نعود الى نفس النقطه السابقه. بمعنى ليس نعم. طيب هنا ايضا يعتمد على مراجعه ربما الإطار القانوني أيضا المسير للبنوك. والله من إذا تسألني يعني معذرة لدكتوري، أنا أود أن أجيبك على سؤال واحد. من حيث القوانين لا توجد دولة فيها قوانين كما الجزائر. من أجمل القوانين في العالم هي موجودة في الجزائر واحدة. ما كان حتى دولة في العالم لحد الآن شفتها، ممكن كاين دول ما طلعت عليها، عندها الإعفاء الضريبي كما الجزائر. حنا في كل أشياء عندنا الإعفاء الضريبي، لكن الإعفاء الضريبي هو كما نقولوا حنا، دعنا نقول امتياز يمنح. الامتياز اللي يمنح لازم تخلق له الأجواء ثم بعد ذلك تمنح الامتياز. إذا القوانين اللي تسألني عليها يا السيدية هي جميلة جدا. عندنا حتى التوقع الإلكتروني خارج في 2015، عندنا إرسال الملف الصفقات العمومية عن طريق لافوا إلكترونيك. لكن هل هذا يطبق؟ هذا لا يطبق. في السابق نقرأ لك شوية أمور معذرة على وش كان في المخطط السابق. طيب. 2017 معذرة. شوف يقول لا مودرنيزاسيون دو لا غوفرنونس فينانسيير، يعني جايبو بالفرنسي، يقول لا غوفرنونس كوميرسيال، ديفلوبمون دي زينرجي نوفال، لاميليوراسيون دو لونفيرونمون دي زافير، لاميليوراسيون دو كليما دي زافير، لا بروموسيون دو لا برودكسيون ناسيونال دي بيان اي دي سيرفيس سور لو مارشي لوكال، لونكوراجمون دي زيكسبورتاسيون اور هيدروكاربور. دونك هادو كانوا كلهم في المخطط السابق تاع يحيى. يقول ايضا سامبليفيكاسيون اي اكسيليراسيون دي بروسيدور ادمنستراتيف. دونك في الصفحه 8، لانني نجيب الصفحه هذا في المخطط السابق. هذا الكلام الجميل اللي كان، انا حوست على النسخه العربيه باش ندير مقاربه، للاسف شديد ما فيهاش، ولكن وعدت انني ساحصل عليه. شوف هذا الكلام الجميل اللي راهو موجود هنا على مستوى مخطط عمل حكومة يحيى في 2017، أجمل من الكلام الموجود في حكومة جراد. لكن ماذا جنينا من حكومة يحيى؟ وقلنا من 2015 وإحنا نقول يا جماعة راهو مشروع تركيب السيارات لم يحقق هدفه الاقتصادي. طبعا النقود قد يؤدي بنا إلى مشاكل كبيرة في الاقتصاد، ليس التضخم، إنما يمول السوق الغير رسمي فقط. قلنا معليش، قلنا بأننا لازم نحسن التحصيل الجبائي، قلنا لازم نروحوا للإدارة رقمنة الإدارة، قلنا ما دار والو، كلاو الدراهم اللي كانت متراكمة في صندوق ضبط الإيرادات، وكلاو الدراهم اللي كانت محطوطة في احتياطات صرف، ولم يبقى فقط سوى 50 مليار دولار أو أكثر من ذلك لمواجهة مشكلة إمكانية الدخول في كارثة مالية. طيب لكن اليوم أيضا من بين الإجراءات ربما المتعلقة أيضا بإنشاء هذه البنوك، يعني أستاذ سليمان ناصر تتحدث عن يعني هذه البنوك أنها تتابع يعني ديونها وتحصلها تحت سلطة بنك الجزائر. ربما في اعتقادك هل الآليات الحالية ربما كافية؟ كما قلت لك منذ قليل،
رأوا بأن محافظ البنوك العمومية خاصة وصلت إلى حد كبير جدا لا يطاق من البنوك، عفوا من القروض المعدومة أو القروض غير المسددة، والتي تسببت فيها كما قلت لك يعني شيئين أو مصدرين. الشيء الأول هو القروض المخصصة لتشغيل الشباب يعني لونساج وأخواتها الكناك وأنجام وكذا، والشيء الثاني هو القروض التي نهبت من طرفي العصابة يعني حداد وجماعته. يا أخي هل تعرف أن بأن القرض فقط الذي تحصل، مجموع القروض التي تحصل عليها حداد يعني تسمح لي تصل إلى 20,000 مليار سنتيم، يعني ما طيب يساوي ما يعادل 2 مليار دولار. إذن واش حبيت نقول هنا يا صحيح نقول ندعو إلى أو برنامج أو العمل الحكومة يدعو أو يحفز البنوك على استرجاع هذه الديون، لكن هذه الديون إذا كانت معدومة ولا تتمثل في أموال منهوبة لأنها أعطيت بأوامر فوقية، كيف يتم تحصيلها؟ يعني لازم نكونوا موضوعيين ما نكونوش مثاليين. فربما اسمح لي ربما يعني كما قلوا صعب باش نسترجع الأموال الممنوحة في الماضي، ولكن ننتبه إلى المستقبل. ربما الأمر هنا يتعلق باستحداث آلية جديدة للمستقبل. نكمل لك الفكرة. ربما يعني ننتبه ونحذر للمستقبل، ولكن راني قلت لك منذ قليل عندما ننشئ بنك خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ونسير بنفس السياسة بأوامر فوقية، بمعنى سوف نزيد من هذه القروض غير المسددة. نعم. طيب أستاذ عبد الرحمن عيا، ربما لما نتحدث اليوم عن السوق الموازي وامتصاص الأموال الموجودة في هذا السوق والأموال أيضا المتداولة خارج الأطر الرسمية، ربما هل فيه ما يوضح هذا، خصوصا اليوم أنه فيه بعض الدراسات تقول بأنه هناك أموال بالملايير؟ شوف، أولا قبل ما نفكروا لإدخال النقود إلى الموجودة في الإطار الغير رسمي ندخلوها للبنوك، حاليا عندنا مشكلة أكثر. وشنو هو؟ هو البنوك الأموال اللي راهي موجودة في البنوك راهي تهرب. علاش راهي تهرب؟ نظرا لثقل المعاملات المصرفية. إنسان باش يخلص في شاك في بنك حاليا، صحيح. طبعا أنا لا أتهم صديق الأعوان البنوك، الله غالب لا باي، هذاك هو مسكين يخرج يفطر يروح لاجوني، ولكن باش يخلص في شاك يحب له يعني وقت طويل، وبالتالي فهو من أجل أنه يربح وقته ما يديش دراهمه البنوك. حاليا ما راناش في إشكالية جلب الأموال الغير موجودة في الإطار الرسمي الإطار الرسمي، حاليا رانا لازم نواجهه وهو عدم هروب الأموال الصعبة. طيب لأنه طيب فيه فاصل إشهاري ونعود. سعد الله أوقاتكم من جديد مشاهدينا، أهلا بكم في هذا الجزء من البرنامج. ربما توقفنا معك أستاذ عيا فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالبنوك، يعني ربما الكثير من الإجراءات البيروقراطية التي حتى قد تعيق الاستثمار مستقبلا. ممتاز. أولا نتكلم على البنوك. البنوك لازم نعرفه بأنه هناك تقنية معروفة بمثلا الترانزاكسيون نيميريك ولا إلكترونيك. كيف هذا؟ باش نقربوا المشاهد الفكرة، أنك مثلا لما تستخدم بطاقة الدفع الإلكتروني في الديستريبيتور يدير مجموعة من العمليات، تلك العمليات لو كانت تحاول أنك تفسرها تأخذ معها وقت يوم وتأخذ لك يعني عدد كبير من الأوراق، وانت درتها في 10 ثواني وديت الأجرة ولا المبلغ اللي تحتاجه. إذن نحن نود أن تلك التقنيات الإلكترونية الموجودة في الديستريبيتور ومدام أن الديستريبيتور فيابل أعطى معلومات دقيقة، يعني هذه طريقة المعاملة تنقل إلى المعاملة على مستوى كشك البنوك. أنا لحد الآن الحاجة اللي ما زال ما فهمتها وبالنسبة لي أكبر نكتة في الجزائر وشنوية هي، كيفاش أنت عندك بطاقة بيومترية ويقولك زيد جيب تصويرة؟ أنا بالنسبة لي هذا إنسان من المفروض إلى أنا من عرش القانون ما فيش رقمنا وما بين الإدارات، هذا لو يشكك في السيادة على البلاد، لأنه إحنا نعتقد بأنه كدير بطاقة بيومترية درتها وفق معايير عالمية محددة وفيها تصويرتك، كيفاش أنت عندك بطاقة بيومترية وزيد تجيب تصوير؟ هذه اللي ما زال ما فهمتها لايا. هذه واحدة. أمر الثاني أنك أنت لما
تثقل كاهل الناس بالوثائق، فإن الناس أوتوماتيكيا ينقلون أموالهم إلى الاكتناز، والاكتناز هو الذي يضر الاقتصاد الوطني. وبالتالي فإن مسألة فتح البنوك ليس هو هروب إلى الأمام، المسألة أننا وش نديرو، أننا ننقل ذهنية المعاملة الإلكترونية والرقمية التي تتم على سبيل المثال على مستوى يعني الموزعات الآلية إلى مستوى الأكشاك. انت ما عندك اورديناتور اجون بنكي عنده اورديناتور قدامه، بامكانه انه يمضي العمليه ويعني يتمم المعامله الماليه على اسس المعامله الرقميه الالكترونيه. لماذا هذا الكاهل من الوثائق والاوراق؟ على بالك علاش؟ لانك انت لو كانت دير هذه الطريقة تولي الناس تجيب أموالها للبنوك، ويولي كاينه ما يعرف بالسيولة المالية على مستوى البنوك، بعد ذلك يتحقق وش قال مشروع الرئيس. لأن الرئيس وش قال؟ قال بأننا سنقوم بتمويل مثلا الصناعة التحويلية بنسبة 90%، لكن باش تمولها لازم يكون عندك أموال في البنوك، وبالطريقة السيرية الحالية للبنوك لا يمكن لك أن يعني تحصل الأموال على مستوى البنوك، لأنك باعترافك الخاص تقول بأنه في المخطط يقول بأنه 90% من التمويل يذهب إلى الطلب العمومي لا كوموند بيبليك. دونك مين راح تجيب الأموال يا سيد الرئيس باش تمول الصناعة التحويلية؟ طيب أستاذ سليمان ناصر، في هذه النقطة بالتحديد ربما بعض من البنوك فيه الكثير من الإجراءات اليوم البيروقراطية، ربما هل يتضح من خلال هذا المخطط ما يمكن اتخاذه من أجل تدليل من هذه الصعوبات إن صح التعبير؟ طيب إذا كان حبيت نحب نرجع إلى قضية استرجاع الأموال من كما قلوا دور البنوك في استرجاع الأموال من السوق الموازية أو خارج البنوك، هي بالحقيقة يعني كانت ثلاث إجراءات يعني لا أساسية. لو كان يعني نقدر نديروها نقدر نسترجعوا حجم كبير من هذه الكتلة النقدية. حاجة الأولى هي الإسراع في تعميم وتطبيق الدفع الإلكتروني، يعني هذه أي مواطن بسيط يقدر يعرفها. أنت لما تكون كمواطن مجبر لما تروح إلى المحلات يقول لك ما نقبلش الكاش، نقبل بالبطاقة سواء البريدية ولا البنكية، تروح إلى سونالغاز، تروح إلى مصحة المياه، تروح الى لي غروند سيرفاس، الى اي مكان يقول لك حنا ما نقبلوش الكاش. اذا انت يا واش راح دير؟ راح تمول تابروفيزيوني كما نقولوا حنا الكونت نتاعك بالدراهم. اذا اوتوماتيكيا سوف تخرج الاموال من الخزائن وتذهب الى البنوك والى البريد. اذا الحاجه الاولى مع الاسف احنا سمعنا وزير سابق قال لك حنا راح ناجل وسائل الدفع الالكتروني لانه مازال ماناش عديد، يعني المفروض ما نقولوش تاجل عده مرات، المفروض نبدا في تطبيقه وتعميمه. الحاجه الاولى هذه اساسيه. الحاجه الثانيه هو القضاء ولا التقليل من الاقتصاد الموازي. لاحظ ما حبيتش نقول القضاء لانه حتى في الدول المتقدمه تلقى التجاره الموازيه وتلقى الناس تبيع في الشوارع وكذا الى اخره، ولكن حنايا في الجزائر بلغت الى حد مبالغ فيه. يعني اذا كان حجم التجاره الموازيه يمثل اكثر من 40% من الاقتصاد الوطني فاحنا الحقيقه رانا في كارثه. اذا التقليل من السوق الموازيه. الحاجة الثالثة وهي الأساسية وهي القضاء على السوق الموازية للعملة. السوق الموازية للعملة راهي تتداول فيها المليارات من الدينارات والمليارات من الدولارات مع الأسف، وموجودة كما قلنا وبح صوتنا على أمتار قليلة من البنك المركزي بحد ذاته ومن المجلس الوطني الشعبي ومن مجلس الأمة إلى آخره. إذا لما نديروا هذه الخطوات الجريئة نستطيع أن نتكلم على استرجاع النقود الموجودة في الخزائن إلى دائرة البنوك. وحبيت إذا كان حبيت ربما قبل ما ينتهي الوقت مدام راك تعلق على مشروع مخطط عمل الحكومة، مش عارف إذا كان تعطيني الفرصة ولا طيب. بعد فيما يتعلق بالصرافة الإسلامية، لأنه إحنا رانا نتكلموا على البنوك ونتكلموا على القطاع المالي. نعم طيب تفضل. طيب إذا إحنا لما يعني قرينا ولا طلعنا على مخطط عمل الحكومة نجد فيه يعني بعض العبارات يقول لك مثلا تشجيع التمويل البديل مثل الصكوك، يقصد بها الصكوك الإسلامية.
لاحظ مليح العبارات الواردة في مخطط عمل الحكومة، تشجيع التمويل البديل alternative صح، ويقول لك توزيع المنتجات المالية المبتكرة وما يوضحش يعني واش نفهم أنا يا توزيع المنتجات المالية المبتكرة، يعني يقصد بها المفهوم الخاص بالخاص هي منتجات الصرافة الإسلامية. إذن هنا نطرح السؤال، لماذا مازال نخجل يعني المسؤولين نتاعنا من كلمة إسلامي؟ حتى الرئيس نفسه يعني سيادة الرئيس لما كان يعني يروج لبرنامج الانتخابي كلكم سمعتوه، قال لك بأن البنوك الإسلامية موجودة في الغرب ولماذا لا تكون موجودة بالقدر الكافي عندنا كمسلمين في البلاد الإسلامية، وقال في برنامجه بصريح العبارة قال سوف أنشئ المزيد من البنوك الإسلامية. إذا ما دام هو المسؤول الأول في البلاد يستعمل كلمة الإسلامي، إذا على أنت يا مثلا هنا في المخطط عمل الحكومة استعمل لي التمويل البديل المنتجات المالية المبتكرة وكذا إلى آخره. إذا قلها بصراحة، الصكوك الإسلامية والبنوك الإسلامية والصرافة الإسلامية نسمي الأشياء بمسمياتها، وهذا الشيء يعني أتمنه في الحقيقة يعني، ولكن دائما كما قلت هي أشياء نظرية لأنه مازال كاين عوائق قانونية فيما يتعلق بقانون النقد والقرض اللي طلبنا مرارا تعديله ورفض التعديل، القانون التجاري لإدراج ما يسمى بالصكوك، مادام برنامج الحكومة يتكلم عن الصكوك لازم نضيفه في القانون التجاري في الفقرة اللي تتكلم عن القيم المنقولة الأسهم والسندات، لازم يكون هناك اعتراف بما يسمى بالصكوك الإسلامية حتى نستطيع أن ندرجها في البورصة. إذا هذا الشيء الذي ورد في مخطط عمل الحكومة فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي، وكما قلت هما ما سموهش تمويل إسلامي نثمنه، ولكن يحتاج إلى إجراءات قانونية مصاحبة باش نجسد هذا النقطة بالذات. طيب أستاذ عبد الرحمن عيا، ربما هو إجراء كما يقول الأستاذ سليمان يعني يتمنه، لكن كيف يتأتى هذا على أرضية الميدان في اعتقادك؟ والله لا أدري ماذا أقول لك صراحة، يعني أنت تسألني شيئا أود أن أبحث على أشياء إيجابية، سأقول لك أن هناك شيء إيجابي يتكلم على تعميم وسائل الدفع الإلكتروني النقدي، التقليل من المعاملة للتقليل من المعاملات النقدية، هذا عنوان جميل، لكن تتسيده على أرض الواقع يحتاج إلى دعنا نقول إرادة حقيقية، إرادة حقيقية، ويحتاج إلى شجاعة أيضا. أيضا دائما في نفس السياق نتكلم على الضرائب، الضرائب هناك عصرنة النظام الجبائي، كلمة عصرنة ما نشفه منها، ما معنى كلمة عصرنة؟ مانيش فاهم واش معناتها العصرنه بالاقتصاد. اذا تقصد بالعصرنه هو الرقمنه، تتكلم على رقمنه النظام الجبائي. واش معناتها رقمنه النظام الجبائي؟ يعني يولي المعامله الجبائيه تولي بالالكتروني، معناه مثلا نعطيك مثال، احنا عندنا زميل دفع ريدريسمو نزاع جبائي في جوان، لحد الان لم يحصل على النتيجه، يعني اوليو باش نولوا نبعثوا لانسبكسيون تبعث لا ديريكسيون، نولوا نبعثوا بار ايميل ونسكانيو الورق. شوف صدقني وقلتها وساعيد تكريرها، بريطانيا كيفاش تمد لك فيزا؟ احيانا بريطانيا دولة عظمى، خرجت من الاتحاد الاوروبي باش تبقى دولة عظمى، الامريكيين كي يجوا لبريطانيا كي يدخلوا الاراضي البريطانية حققوا انجاز، صدقني غير قادر في سيبار تبعث لهم الدوسي تسكاني تبعث لهم، تعطي 2000 فرانك المول السيبار تحط الورق تسكانيهم لبريطانيا، يشوفوا عندك الملف كامل يعطوك فيزا باش تدخل لبريطانيا العظمى. احنا هنايا تبعث له ورقه يقول لك لا ما يقبلوهاش، روح انت جيبها. مانيش فاهمين اين ما هي مستويات التي نقول عليها. نتكلم لك ايضا في الجبايه، نقولوا الاكسبونسيون يعني توسيع الوعاء الجبائي، ثم بعد ذلك هناك تناقضات، الغاء الرسم على النشاط المهني، منح امتياز، اللي يدير التوسيع الجبائي ما يديرش معها الالغاء، لانه يعني اذا دار معها الالغاء يولي الالغاء مع 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 التوسيع يولي تقريب نفسه. احنا واش نديروا؟ نديروا التسريع جو دي بيان، تسريع التحصيل الجبائي. واش
معنى انه يولي التاجر يروح يخلص لي زامبو تاعو بلا مشاكل. حنا التاجر هو يبيع مسكين الخبز والحليب نكثروا عليه الاوراق جي سي كونت جي ناف سيرتيفيكات ديكزيستونس اللي يجوه لي زامبو يدخل معاهم للشرع. اذا كل هذا العبء الاداري واللي انت باش تقبض عنده مبلغ مليون ولا زوج تحطهم في الخزينه تدخلوا في متاهات يولي محامي يولي مانيش عارف انايا كونسي ادمنستراتيف يولي يخدم بلوزيور فونكسيون او كل وانت تسحق منه مليون ولا زوج تحطهم في الخزينه العموميه. اذا كل هذه الامور في اعتقادي الخاص انها تحتاج الى رقمنه. لو شئت فقط وسمحت لي اذا كان متسع من الوقت لم تسالني سؤال ولكن سئلت فيه من قبل احاول ان اوضحه حول مساله الاحصاء السكاني. اذا تعطيني فرصه نجاوبك. طيب نجاوبك صح. الإحصاء السكاني قلت بأنه من الصعب جدا حاليا القيام بالإحصاء السكاني. ما رح يكونوا عندك ليفيكتيف ما تقدر تدخل بيوت الناس ودير الإحصاء السكاني لأنه حاليا الناس ما عندها الثقة الكاملة في الحكومة. وبالتالي فإن أفضل طريقة للإحصاء السكاني هو عن طريق الرقمنة. وش معناتها الرقمنة؟ يعني يولي الأب العائلة يسكاني الليفريت فامي تاعه وتخلصه وتعطيه 500,000. خاطركم ما تعطيش 500,000 ما يسكاني لكش ليفريد فامي تاعو. دونك احسن طريقه للاحصاء السكاني هو انه الشخص رب العائله هو الذي يقوم بارسال المعلومات عن طريق السكان وتقوم بدفع له مقابل. طيب استاذ سليمان ناصر ربما اعود اليك في نقطه تنويع ربما مصادر التمويل من خلال تنشيط سوق القروض كما يقول المخطط. ايضا اليوم ربما يتحدث عن تطوير سوق السندات. ربما كان هناك أفكار مشابهة سابقا في هذا الجانب فيما يتعلق خصوصا بالقرض السندي لكنه ربما لم يلقى صدى كبير. والله يا أخي تقريبا راني جاوبتك. يعني أولا إذا كان يقصد تطوير سوق القروض إيجاد بديل للسندات كما تقول فيعني في اعتقادي راهي موجودة في مخطط عمل الحكومة تشجيع التمويل البديل اللي يتمثل في الصكوك الإسلامية. وأنا قلت لك يعني قبل ما تسألني قلت لك بأنه الصكوك الإسلامية هذه التي أحدثت ثورة في العالم والتي تعتبر وسيلة لتعبئة المدخرات والحصول على الأموال وأصبحت مطبقة حتى في الغرب. نشوفوا يعني مثلا في دول الخليج راهم يمولوا بها مشاريع كبرى تاع البنية التحتية المطارات الطرق السريعة إلى آخره. نشوفوا مثلا في السودان يمولوا بها عجز الميزانية وكل هذه الأشياء لاحظ احنا نحتاجها في الجزائر. احنا نعاني من عجز الميزانية نعاني من تمويل المشاريع الكبرى إلى آخره. فالإشكال فقط يعني إشكال فقط أين يكمن كما قلت لك منذ قليل. نستطيع أن نجد البديل هذا للسندات أو للقرض السندي اللي كان في عهد بن خلفاء والذي فشل فشلا ذريعا ويسمح لي ربما الوزير ما يتحملش مسؤولية كبيرة وإنما لأن الشعب الجزائري يرفض التعامل بالربا باش نقولها بصراحة. فالبديل تاع الصكوك الإسلامية التي أحدثت الثورة في العالم قلنا يعني لابد من إيجاد قانون خاص بالصكوك الإسلامية كما هو موجود في كثير من الدول. والحاجة الأخرى اللي هي مستعجلة أكثر لابد من تعديل التجاري خاصة فيما يتعلق بالفصل المتعلق أو الفقرة المتعلقة بأنواع القيم المنقولة لإدراج هذا النوع المسمى في الصكوك الإسلامية حتى يمكن إدراجه في البورصة. لأنه حاولوا في المرات السابقة بورصة الجزائر رفضت وعندهم الحق يرفضوا لأنه ليس هناك شيء في القانون معترف به يسمى بالصكوك الإسلامية. كاين الأسهم وكاين السندات. فلذلك لازم تعترف قانونيا بشيء اسمه الصكوك الإسلامية قبل ما تكتبوه هنايا في القانون. بعد ذلك ممكن يصبح أداة لتعبئة المدخرات وكذا إلى آخره. ولكن باش ما نقولوش التاليين ومن غلطوش الشعب إذا كان هناك يعني تعديل قانوني ولا إصدار في بما يتعلق بالقانون التجاري وإصدار أيضا قانون مثلا خاص بالبنوك عفوا بالصكوك الإسلامية وكذا. ولكن هذا كله لا يكفي لابد من إجراءات مرافقة مثلا هيئة شرعية على مستوى مثلا وزارة الشؤون الدينية أو المجلس الإسلامي الأعلى لتفتي في مدى شرعية هذه الصكوك. لأن الشعب الجزائري يعني يشكك في كل شيء في شرعية كل شيء وله الحق في ذلك. لكن لما تصدر فتوى من علماء ثقات ويقولوا ويدرسوا مليح يقولوا بأن هذه الصكوك الإسلامية مطابقة للشريعة الإسلامية وفيها مردود حلال وكذا إلى آخره سوف إن شاء الله تكون بديل وربما تحل كثير من المشاكل التمويلية بالنسبة للدولة.
طيب استاذ عبد الرحمن، اي اعود الى نقطه تتعلق ب ربما اليوم توسيع صلاحيات أجهزة الرقابة. يتحدث عن المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، يتحدث هنا عن توسيع الصلاحيات. والله شوف، توسيع الصلاحيات لكن أو معليش، تقرير المحاسبة 20 سنة ما صدرش تقرير ولا كان مخبي التقارير بناء على أنه النظام السابق هو ما خلاش يصدر التقارير. حاليا لو خرج عنده تقرير يتكلم على التهرب الضريبي، ماذا قدمت الحكومة مقابل؟ هل فعلا قامت برد الفعل؟ مجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لماذا لحد هذه اللحظة ما دام كاينة إرادة سياسية لا يتم إعادة بنائه؟ المفتشية المالية لماذا لا تعطى لها الأهمية التي تليق بها؟ إذن أجهزة الرقابة إذا كانت مهمشة في السابق ثم بعد ذلك اليوم أدرجتها ضمن النظام الاقتصادي الجزائري، لازم التقارير تاعها تأخذها بعين الاعتبار. شوف نعاود نولي النقطة الأساسية. سألت أنت الدكتور حول سوق القروض. سوق القروض هو إذا كان يقصد به سوق النقد المارشي مونيتار، فإن سوق القروض وقتاش يكون عنده نفع؟ يكون عنده نفع نهار اللي يكون هناك سيولة على مستوى البنوك وموزعة بطريقة غير عادلة. هنا دي المارشي مونيتار يكون شابوتي بلا بنك سنترال. أما إذا ما كانش عندك السوق ما عندكش الأموال، ما تروحش للسوق القروض، تروح للسوق المالي، تروح للبورس. مينش أن والله البورصة. تروح للبورصة. شوف أخي ضياء، أنا أتكلم على الشق الاقتصادي في مخطط الحكومة، هذا عبارة على إنشاء ويحمل تناقضات كبيرة وفارغ في محتوى من حيث التطبيق. هو يشخص حالة عامة وانتهى الأمر، وهو تقريبا صورة طبق الأصل للمخططات السابقة. اليوم على البرلمانيين أنهم يتحملوا المسؤولية. أنا الله يسهل عليهم يفوتوا ولا ما يفوتوش، هذا أمر خاص بهم ومن مؤهلين. أنا يا أقدم قراءتي كإنسان غيور على وطني وما تختص في الاقتصاد الوطني، هذا من الناحية الاقتصادية فقط. لا يرقى أن يكون إلى مخطط حكومة، وأن البرلماني إذا شافوا يمروه، خاصة إذا شافوا بأنه تتحسن القدرة الشرائية كي نحوا الضريبة على الدخل للناس اللي يخلص من أقل من 3 ملايين يمروه. إذا شافوا باللي اللي يخلص أقل من 3 ملايين كي يزيلوا له 200 ألف تتحسن الوضعية الحالية تاعه يمروه. أما إذا شافوه كما راني نشوفوا أنايا، عندهم الضمير، عندهم الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، وعندهم مسؤولية أمام الشعب وأمام الشهداء. طيب أستاذ سليمان ناصر، لما نتحدث عن البورصة، يعني ربما لا وجود لإجراءات واضحة لإعادة تنشيط البورصة. نعم، يعني مع الأسف البورصة بقيت شبه ميتة. هناك بعض الإشارات، يعني فقط أنا قرأت برنامج عمل الحكومة، إعادة تنشيط السوق المالي وكذا إلى آخره، ولكن ما هي الكيفية أو ما هي الآليات؟ ربما لا أدري، ربما يقصدون هذا السكوك، ربما يقصدون كذا إلى آخره، ولكن أعتقد بأن المشكل أعمق وأعمق بكثير. يعني إعادة النظر في الشركات شكلها، في كما نقول إحنا تركيبتها، معظمها شركات عائلية وليست شركات مساهمة. يعني كثير من العوائق التي لا زالت، يعني مع الأسف إحنا لما نسافر ونشوفه، يعني مثلا في تونس ولا حتى في المغرب، يعني عندهم بورصة نشطة. لأنه لاحظ يا أخي ضياء بأن البورصة وش هي، باش يفهم يعني المشاهد البسيط، هي توفر تمويل، يعني وكأنها منافس للبنوك. وإحنا رانا نعاني في الجزائر من شيء اسمه شح الموارد المالية. فإذا البورصة تستطيع أن تقوم بدور كبير في توفير الموارد المالية من داخل المجتمع، بلا ما نلجأ إلى طبع النقود، بلا كذا، بلا ما نلجأ إلى الاستدانة الخارجية وكذا. ولكن مع الأسف احنا رانا نشوف بورصة الجزائر منذ التسعينات عندما أنشئت فيها عدد قليل جدا. يعني أنا عندما أسافر للخارج أخجل أقول للناس بأن البورصة تاعنا فيها 3 شركات ولا شركتين ولا 4 ولا حوالي 5 شركات. يعني تقريبا راني نقول لك، يعني كل ساعة تدخل شركة وتخرج شركة،
لانه كاين شركات دخلت باسهم وكاين شركات دخلت بسندات. احنا نعرفوا بان الشركات اللي عندها سندات عندها مده زمنيه وينتهي السند ويطفى وتخرج من البورصه، اذا لاحظ ادوات ماليه ضعيفه جدا قليله جدا. وهذا الكلام يعني كما قال زميلي الاستاذ عبد الرحمن، يعني ماذا بيا ما يبقاش كلام انشائي، تنشيط البورصه تنشيط البورصه، ولكن قولوا لنا ما هي الاليات. احنا ماذا بينا البورصه تلعب دورها في تمويل الاقتصاد، لانه هذا احنا رانا نعاني من شح الموارد الماليه، والبورصه تلعب دورها في اي اقتصاد مزدهر ومتطور، ماهوش حتى نقولوا في اوروبا ولا في امريكا، حتى في الدول العربيه ولا دول الجوار. اذا ماذا بينا احنا الحكومه يقولوا لنا ما هي الاليات العمليه والتطبيقيه تكون واضحه لتنشيط هذه البورصه. نعم طيب، حتى تلعب دورها في تمويل الاقتصاد. طيب تقريبا في نفس النقطه اليوم، يعني والله هو ذكر الدكتور بشيء ممتاز وقال بأنه البورصة هي بديل للتمويل المالي، ونحن يعني نعاني من إشكالية عدم تنشيط بورصة الجزائر. إذا لماذا لا نبحث في هذا المجال؟ نحتاج إلى أننا ننشط البورصة لأنها تمويل مالي، لأنها سوق كغيره من الأسواق يخضع لقانون العرض والطلب، فالعارض الأموال قد يجد من يطلب تلك الأموال. وهناك لو كان ندخل فكر البورصة، هناك ناس تقدر تجيب أموالها للبورصة وتأتي بها إلى الجزائر، عفوا إلى بورصة الجزائر. أيضا إذا حبينا أيضا نخلق تنشيط على مستوى البورصة، لابد أن ننظم سوق الصرف. إحنا عندنا سوقين للصرف، عندنا السوق الرسمي يصرف ان دولار ب 120 دينار تقريبا، وعندنا السوق الموازي يصرف ان دولار تقريبا يعني 190 دينار. وبالتالي سوق الصرف، شوف سوق الصرف الغير رسمي، كاين عندنا الشرطه لما قدمت تقريرها قالت كاين 13 مليون جزائري يخرج الى الخارج، معناها انك بلا قليل عندك في حدود بين يعني المدخلات والمخرجات، عندك باقل قيمة يمكن أن تتداول على مستوى الأسواق الغير رسمية للصرف هو 20 مليار دولار. يعني غير اللي يروحوا للسياحة بلا ما نحسبوا تجار الكعبة، علاش الخافض؟ لأنه تجار الكعبة ما راحوش للصين، ما راحوش لدبي، وبالتالي فإن الأموال المتداولة خارج الإطار الرسمي أيضا تغذيها سوق الصرف الغير موازي. واحد حاليا اللي عنده دراهم يفضل أنه يحتفظ بها في شكل ديفيز أورو أو دولار خوفا من تراجع قيمتها، وبالتالي فعلينا تنظيم سوق الصرف. أيضا كما قال الدكتور ما نقضوش على سوق الصرف، ما نجوش قال جماعة رفضوا كما نقولوا الديفيز تاعكم وروحوا، لا خطأ. تدريجيا ندخل سوق الصرف الغير بالسوق الغير رسمي على مستوى البنكوش، معناتها في كل بنك نديروا قيشي يصرف كما بنفس المبلغ الذي يصرف به بالاسواق. الانسان يولي عنده خيار سلوك المستهلك، سلوك يعني الزبون، يولي اوليو باش يروح للساحات العموميه يروح للبنك يقول لك احفظ امن والى غير ذلك. تدريجيا ندرج المنظومه الماليه اللي مكونه من كم هائل من الديفيز خارج الإطار الرسمي في الإطار الرسمي، وبالتالي نضبط ما هو العجز الحقيقي على مستوى ميزان المدفوعات. كي يجي الأجنبي ما يوليش عنده مشكل، المستورد في الجزائر كي يستورد مادة ما يقولكش لا خسرت نبدل نريكيبريها بالمبيع الدوفيس، لا يولي يركز كيف يبيع المنتج تاعه، كيف ينافس على به، كيف يجيب لاكاليتي. احنا وصلنا في المرة السابقة إلى أننا تقريبا استوردنا النفايات. علاش استوردنا النفايات؟ ماهوش بسبب انك لما تجيب الدوفيس وتحوله على مستوى البنوك تبدله على مستوى السوق الموازي بفارق كبير جدا. شوف انا لحد الان درت ابحاث في الماليه ما لقيت حتى يعني كما نقولوا احنا اوبيراسيون فينونسيير تحقق لك ربح كيما انك تشري الديفيس من السوق الرسمي وتبيعه في السوق الغير رسمي. ربح سريع، ربح هائل. طيب ربما اعود معك استاذ سليمان ناصر الى نقطه اخرى تتعلق ب، او يبدو بان الوقت انتهى، وشكرا جزيلا لك دكتور سليمان ناصر على مشاركتك معنا. اسمح لي الأخ ليا فقط بسرعة في 10 ثواني يعني توضيح فقط، يعني
أنا متفق مع الأخ عبد الرحمن، يعني لما نقول القضاء على السوق الموازية طبعا متفق معه بأنه ما قلتش بين عشية وضحاها، لابد من فترة انتقالية، لابد من فترة انتقالية. طيب مازال دقيقتين. سعر الرسمي وسعر الموازي يعني مستحيل ينطبقوا، والكلام اللي قلته أنا في منابر كثيرة، يعني وأنا زرت إيران وشفتها مثلا قاموا بنفس الأشخاص اللي كانوا ينشطون السوق السوداء أعطوهم الرخصة لكي يفتحوا مكاتب الصرف. إذا أنا دعوت إلى هذا الكلام الذي تقوله، وقلت بأنه لابد من فترة انتقالية لأنه لا نستطيع بين عشية وضحى بالنقد على سوق الصرف طابق السعرين. أصلا سعر الصرف الموازي وسعر الرسمي لابد شهور باش ينطبقوا، يعني فقط ممتاز. أنا لا دكتور، أنا قلت بأنك وفقت عندما قلت بأننا لا يمكن أن نقضي على السوق الغير رسمية بطريقة يعني مباشرة، بالإضافة إلى أننا نفكر في الناس اللي تبيع في السوق الغير رسمية لأنها راي عاملة، لأنها تعيل عائلات، وبالتالي فلا يمكن القضاء عليها مباشرة. طيب طيب، شكرا جزيلا لك أستاذ سليمان ناصر، الباحث المتخصص في البنوك والصيرفة الإسلامية. شكرا أيضا لك أستاذ عبد الرحمن عيا، الخبير المالي والاقتصادي. شكرا لكم مشاهدينا، نلقاكم في عدد آخر، إلى اللقاء.